مرت أعوام كثيرة على موت سيدنا صالح، ونسي الناس دعوته، وانطفأت أنوار العقل في مشارق الأرض ومغاربها، حتى ولد سيدنا إبراهيم عليه السلام في زمن الطاغية نمرود الذي خاف على ملكه وأمر بقتل كل المواليد الذكور. ولكن الله حمى سيدنا إبراهيم، فقد قضى أول 13 سنة من عمره مختبئا في غار بعيد عن القرية. فلما خرج من الغار وقد غابت الشمس، نظر إلى الزهرة في السماء فقال: هذا ربي. فلما غابت الزهرة قال: لو كان هذا ربي ما تحرك ولا برح. ثم قال: لا أحب الآفلين. فلما نظر إلى المشرق وقد طلع القمر قال: هذا ربي، هذا أكبر وأحسن. فلما تحرك وزال قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما أصبح وطلعت الشمس ورأى ضوءها وقد أضاءت الدنيا بطلوعها قال: هذا ربي، هذا أكبر وأحسن. فلما تحركت وزالت، هنا أراه الله ملكوت السماوات والأرض. ومن هنا ستبدأ دعوة إبراهيم إلى توحيد الألوهية، توحيد الله في الأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. عاش إبراهيم في بيت أبيه آزر، أكبر صانع أصنام في زمنه، ولم يتأثر يوما بما يدور حوله. كان عقله مضيئا منذ طفولته، أضاء الله قلبه وعقله وآتاه رشده منذ كان صبيا. ومرت سنوات كان إبراهيم يتلقى فيها العلم ويتأمل ملكوت السماوات والأرض بحثا عن الكون وخالقه العظيم. ورغم كل ما تلقاه من علوم، إلا أنه لم يسجد يوما لصنم أو صدق بهم، حتى جاءه الوحي من جبريل عليه السلام وقال له: أسلم. قال إبراهيم: أسلمت لرب العالمين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. وعاد سيدنا إبراهيم يدعو قومه إلى ما علمه من الحق بعد أن أمره بالدعوة. قال إبراهيم: لقد أرسلني الله تعالى لأدعو الناس إلى دين الإسلام، وأحب أن أستهل الخير بدعوتك أنت يا أبي. أعبد الله الواحد وأترك كل هذه الآلهة العوالي. قال إبراهيم: هذه التماثيل يا أبتي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع في أي شيء. هل جاء اليوم الذي يعلمني فيه ابن الصغير ما الذي ينفع وما الذي يضر؟ قال إبراهيم: يا أبتي الغالي، لقد اختارني الله ليعلمني ما لم تعلمه، فأرجوك أن تتبعني حتى أدلك على الصراط السوي. هل أصابك الجنون أو مسك الشيطان؟ قال إبراهيم: لا يا أبي. لماذا لا تعبد أنت آلهتي وتعيش مثلي حياة كريمة؟ قال إبراهيم:
لا كرامة لمن يعصي الله ويشرك به. إذن أنت ترفض آلهتي وتصر على رأيك؟ قال إبراهيم: نعم يا أبي. إذا لم ترجع إلى صوابك سأرجمك بالحجارة حتى تموت. قال إبراهيم: ليفعل الله ما يشاء. بل ما أشاء أنا، ومن الآن ليس لك مكان في بيتي، هيا يخرج ولا تعد مرة أخرى. قال إبراهيم: السلام عليك يا أبي، سأستغفر الله لك وأدعوه أن يتقبل رجائي. قل تخرج من بيتي. وترك نبي الله إبراهيم عليه السلام بيت أبيه آزر بعد أن طرده الأب الكافر، ورفض قومه ما يدعوهم إليه من عبادة الله إلا سارة، كانت أول من آمن به واتبعه، فتزوجها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهكذا أصبح إبراهيم وسارة مسلمين لله، موحدين يخالفان قومهما في عقيدتهم الفاسدة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وما زال إبراهيم مستمر في دعوة قومه: يا شماش العظيم، اشملني بعطفك ورحمتك. قال إبراهيم: يا حضرة المعلم الفاضل، عندي سؤال علمي، هل من خواص حجر الجرانيت أنه يدرك الأصوات من حوله؟ لا أظن هذا يا إبراهيم. قال إبراهيم: إذن لماذا تحدث الحجر وكأنه يسمع؟ إنه الإله شماش. قال إبراهيم: بل هو مجرد حجر صنعه أبي بيده، ورأيته عندما نحته ووضع له عينيه وأذنيه. لا تقل ما يؤذي الآلهة يا إبراهيم. قال إبراهيم: حقا ليتها تغضب وتثبت أنها موجودة، إنني أصفع التمثال على وجهه فلا يحرك ساكنا، لأنه لا يسمع ولا يرى ولا يدرك أي شيء. ستعاقبك الآلهة أيها الفتى. قال إبراهيم: أيتها السيدة الطيبة، الله وحده هو الذي يثيب ويعاقب وينفع ويضر، وكل ما سواه مخلوق لا يملك من أمر نفسه شيئا. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون
تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين